الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن عفوه ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، أشرف من وطئ الحصى بنعله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي بالله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس الذكر، فنحن في مجلس نغبط عليه، إيه ورب الكعبة، في مجلس نغبط عليه، ووجه ذلك أن العباد يساقون في هذه الدنيا بحسب مكانتهم عند الله جل وعلا، فكل يسوقه ربه تبارك وتعالى مساقا بحسب قربه وولائه له، بحسب قربه منه وولائه له، فليس كل عبد يوفق إلى أن يجلس في زمن الغفلة وفي مكان تكثر فيه الغفلة، أن يخصص من 24 ساعة يجلس فيها يذكر الله عز وجل، أو يطرق سمعه ذكره تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان هذا الذكر هو أشرف الذكر، ألا وهو القرآن الكريم. فالله جل وعلا سمى قرآنه وكلامه ذكرا، كما قال ذلك في محكم التنزيل في عدة آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن ذي الذكر، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والجمهور على أنه القرآن. فإن المجالس تشرف بشرف سبب الاجتماع فيها وعليه، المجالس تتفاضل في الشرف بحسب أسباب اجتماع الناس فيها وبحسب كلامهم وموضوعاتهم فيها. ولما كان اجتماعنا هذا على كلام الله جل وعلا، نتناول فيه آية وخطابا ونداء ربانيا ينادي من خلاله المؤمنين، فإن أشرف هذه المجالس بلا شك هي مجالس القرآن. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وما أحوجنا إخوتي في الله إلى السكينة في قلوبنا وصدورنا في زمن كثر فيه الإزعاج والانزعاج، في زمن كثر فيه الإزعاج والانزعاج، مما سبب ذلك انقباضا في القلوب وضيقا في الصدور وكدرا في العيون، إلا من رحم الله جل جلاله. نداءات الرحمن لأهل الإيمان هو لقاؤنا الثالث على التوالي. قدمنا
في اللقاء الأول مقدمة كان لابد أن نقدم بها ونعرف بهذه السلسلة بمضمونها إجمالا. وقلنا في ذلك اللقاء أن هذه النداءات من حكمة الله عز وجل أنها جاءت متأخرة، أي في المرحلة المدنية لا في المرحلة المكية. لا تجد نداء يا أيها الذين آمنوا في سورة المكية، كلها جاءت في السور المدنية لحكمة أو لحكم بيناها في موضعها. كذلك قلنا إن عددها قد بلغ 89 نداء، أي نحو من 90 نداء تقريبا. وقلنا إن النداءات، هذه النداءات تضمنت إما أمرا يأمر الله به، أو نهيا ينهى الله عنه، أو خبرا يخبر به يفيد إنشاء قطعا، يفيد إنشاء أي أمرا بصيغة الخبر أو نهيا بصيغة الخبر كذلك. في اللقاء الثاني الأسبوع الماضي تناولنا أول نداء من حيث الترتيب لا من حيث التاريخ. أول نداء في سورة البقرة وهو قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بينا سبب نزول الآية ومعنى قوله لا تقولوا راعنا بما فيه الكفاية إن شاء الله عز وجل. النداء الثاني في هذا اللقاء الثالث نداء من الله جل جلاله أيضا في سورة البقرة، لأن سورة البقرة تكررت فيها نداءات الرحمن لأهل الإيمان، تكررت فيها نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وللعلم فإن أهل العلم وعلماء التفسير اختلفوا في تاريخ نزول سورة البقرة، منهم من قال في السنة الرابعة، ومنهم من قال في السنة الخامسة، ومنهم من قال في السنة السادسة. على العموم اتفقوا أنها مدنية، مع أنها أطول سورة في القرآن الكريم، لكنها من القرآن المدني ولا المكي؟ المدني، وهي أكثر السور تضمنا للأحكام الشرعية، تعتبر منهجا ودستورا سماويا إلهيا ربانيا للبشر جميعا، تضمنت عدة أنواع من الأحكام خاصة المتعلقة بإيش؟ بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونحو ذلك. وختمت طبعا بأطول آية منها وسيأتينا الكلام عليها أو عنها، وهي آية التداين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين سنبين بعون الله سبحانه وتعالى. النداء الثاني ترتيبا في هذه السورة هو قوله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نقرأ الآية ونحفظها وسمعناها كثيرا ومعناها واضح، ما في إشكال. قد يكون معناها في الواقع أقل إشكالية من الآية التي مرت علينا في الأسبوع الماضي: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. لكن ليس الشأن أيها الإخوة في الله أن يحيط الإنسان بالمعنى فقط، ليس الشأن أن يحيط بالمعنى، بل هناك أشياء، بل أقول هناك أبعاد في هذه الخطابات الرحمانية الربانية ينبغي أن نحيط بها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. من منكم لم يفهم الآية؟ واضح، لكن ثمة أبعاد لا بد أن نقف معها. الآية هذه من أي سورة؟ سورة البقرة. جميل. وسورة البقرة مكية أم مدنية؟ والقرآن المدني نزل بعد قيام دولة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. والقرآن المدني نزل في مرحلة القوة أم مرحلة الضعف؟ مرحلة القوة. انتبهوا لهذا البعد ولهذا المعنى. آية مدنية من سورة مدنية في مرحلة القوة، ينادي الله عز وجل فيها على المؤمنين بأن يستعينوا بالصبر والصلاة. لو قال قائل:
المرحلة المكية يمكن مرحلة ضعف واضطهاد واستضعاف وتعذيب وتكذيب وتحدي وصراع فكري وأيديولوجي وسياسي وكل أنواع الصراعات، يمكن أن يقال استعينوا بالصبر والصلاة، فالأمر بالصبر يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل العناء وفي مقابل الشدة. ثم يربط الله جل وعلا بين الأمر بالصبر والأمر بالصلاة في موضع واحد وفي آية واحدة وفي سياق واحد في مرحلة تعتبر مرحلة ذهبية للمسلمين، لأنهم الآن في زمن العزة وزمن القوة، بل أقول باللغة المعاصرة في زمن الاستقلال، لأن الذي عاشوه في المرحلة المكية يعتبر مرحلة استعمارية بالمعنى المعاصر، صحيح ولا؟ السيطرة على مقاليد الحكم في المرحلة المكية، إدارة شؤون الحج، عدم تمكين الناس من تطبيق شعائر دينهم، بل ولا يخول لأحدهم أن يصرح حتى بمعتقده أو قناعاته الفكرية، كل هذا يعتبر من صور ماذا؟ من صور الاستعمار بلا شك، بل بلغ الأمر إلى الإيذاء الجسدي والإيذاء الحسي علاوة على الإيذاء المعنوي. اليوم وقد هاجروا، اليوم وقد تركوا مكة، اليوم وقد خرجوا من مرحلة الاستعمار إلى مرحلة الاستقلال العقائدي والوطني والمجتمعي والاقتصادي، لأن هؤلاء الكرام هم في استقلال تام، أليس كذلك؟ في استقلال تام، ونحن لا نتحدث عن آية نزلت في العام الأول من الهجرة في مرحلة الولادة، لسنا في مرحلة الولادة الآن، في مرحلة تأسست فيها أركان دولة النبي صلى الله عليه وسلم بكل مقوماتها وأركانها، وتأتي هذه الآية المدنية في هذه المرحلة من القوة والعزة والمنعة وحماية أو وجود البيضة، بيضة الإسلام، ويؤمر المؤمنون بهذين الأمرين: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن هذا البعد ما هو؟ البعد الأول إخوتي في الله أن الناس عموما والمؤمنين على وجه الخصوص مهما توفرت لهم من أسباب العزة أو من الأسباب المادية لأن يكونوا سادة أو قادة في هذا الكون، لا يزالون مفتقرين إلى ربهم، يحتاجون إلى عون ويحتاجون إلى استعانة ويحتاجون إلى صبر ويحتاجون إلى صلة خاصة بالله جل جلاله. بعض الناس إذا تحدث عن الصبر يتحدث عن الصبر في اتجاه واحد أو في سياق واحد، يتحدث عن الصبر باعتبار أننا ينبغي أن نصبر لأننا ضعفاء أو لأننا فقراء أو لأننا مشردون أو لأننا كذا وكذا، وهذا ليس بصحيح. الأمر بالصبر لا يزال باقيا إلى يوم الدين، والدليل على ذلك أن الله أمر بالصبر في مرحلة القوة، وبهذا نبطل قول من قال بأن الآيات الآمرة بالصبر نسختها آية السيف، نهل العلم من قال، وهذا قول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله أحد تلاميذ ابن مسعود، قال بأن الآيات الآمرة بالصبر في القرآن منسوخة، بيش؟ قال بآية السيف. رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، قال دعوى هذه مردودة عليه، لماذا؟ لأن آيات مدنية كثيرة نزلت في المرحلة الأخيرة في مرحلة القوة تأمر بالصبر، فلا يزال المؤمنون مأمورين بالصبر
إلى أن يشاء الله جل وعلا، حتى في مقابل التفاعل أو ردة الفعل تجاه حملات المنافقين المغرضة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال ابن عاشور: الأمر بأن يدع أذاهم، يعني بأن يصبر على أذاهم. هذه في سورة الأحزاب اللي نزلت في العام السادس من الهجرة. انتبه، دع أذاهم، اصبر على أذاهم. الآيات الآمرة بالصبر ليست إلا في مرحلة متقدمة، مرحلة الضعف ومرحلة غياب دولة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا الكلام؟ هذه آية مدنية من سورة المدنية، وتجد أيضا نظيرها في سورة المدنية هي سورة آل عمران، اللي أكثر العلماء قالوا إنها نزلت من العام السابع التاسع للهجرة، يعني آل عمران نزلت بعد البقرة. وفيها: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن أكملوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن هذه آية في سورة المدنية، في مرحلة المدنية متأخرة، يوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق الدنيا. انتبهوا لهذا البعد جيدا. لأجل ذلك حينما هاجر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى المدينة ومكن الله له ونزلت سورة الحج في سنة من السنوات، جاء فيها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال عثمان رضي الله عنه، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا ضعفاء في مكة، فلما مكن الله لنا في المدينة أمرنا أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. فهذه دعائم التثبيت: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا البعد الأول. البعد الثاني إخوتي بالله، لننظر لموطن الآية، لننظر إلى موضع أو موطن الآية. ولذلك قلت لكم فيما سبق من علوم القرآن، هناك علم يسمى علم التناسب أو علم المناسبة. السور هذه في ترتيبها ليست من فراغ، في تناسب في ترتيب السور، كما ثمة تناسبا أيضا في ترتيب الآيات، مش هيك حطوا بس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ما ينزل يقول: ضعوها في كذا وكذا من الله. فكل آية تتناسب مع الآية التي قبلها والآية التي بعدها. إذا نظرت إلى ما قبلها: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فقدمت بالأمر بذكره ذكرا خاصة والأمر بشكره، ثم عطفت بالأمر بالصبر، لأن العبد إما أن يكون في نعمة وجب عليه أن يشكر الله عليها في قوله واشكروا لي ولا تكفرون، أو أن يكون في نقمة وجب عليه أن يصبر عليها في قوله استعينوا بالصبر والصلاة. وهكذا حياة الإنسان، حياة الإنسان لا تعرف الاستقرار. الذي يسعى إلى أن تستقر له الدنيا واهم، لم تستقر الدنيا لأكرم الخلق على الله وهم الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لم تستقر. ما معنى لم تستقر الدنيا والحياة لهم؟ يعني لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان فيها سعيدا مطلقا دائما وأبدا، وأنه هو أضحك وأبكى. الآن ضحكت سوف تبكي، الآن بكيت سوف تضحك، الآن أنت صحيح سوف تمرض، الآن أنت مريض سوف تصح، وهكذا هي الدنيا.
وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. مستحيل. لسنا أكرم على الله تعالى من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. إذن يأمر بالشكر ويأمر بالصبر، فبهما تتم عبودية الإنسان. كمال العبودية كما يقول ابن القيم تكون بالصبر والشكر، بالصبر والشكر. والإيمان ينقسم إلى قسمين بهذا المعنى، نصفه صبر ونصفه شكر. وكل التكاليف الشرعية التي كلف الله بها خلقه تدور على هذين المحورين، إما أن يكون تكليفا يراد من خلاله تحقيق عبودية الصبر، أو أن يكون تكليفا يراد من خلاله تحقيق عبودية الشكر. يهك يهك. لو نظرت في كل ما كلف الله به خلقه، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، تجد هذه العبادات كل عبادة منها إما أنه يراد من خلالها تحقيق عبودية الصبر أو تحقيق عبودية الشكر. وقد نجد المعنيين جميعا في العبادة الواحدة، قد نجد ذلك في العبادة الواحدة. في الزكاة أمرنا بها تحقيقا لعبودية الشكر، الشكر لله تعالى على نعمة المال مثلا، مع أن فيه معنى الصبر موجود، أن يصبر الإنسان على شح نفسه، لكن معنى الشكر أبلغ وأظهر. الصيام، أكثر الناس يقولون تتحقق بالصيام عبودية الصبر، جميل، لكن لا، فيه شيء آخر، فيه أيضا كما سبق تحقيق عبودية الشكر لله بالصيام على إنزال القرآن في رمضان. لأجل ذلك أمر بصيام رمضان قارنا هذا الأمر بإنزال القرآن، كأنه تعليل، كأنه ذكر للسببية، سببية الصيام في رمضان بالذات مش في شهر آخر. يمكن يقال ليش مش في شعبان ولا في شهر المحرم، ليش ما وجب الصوم في الأشهر الحرم التي هي أعظم قدرا؟ لا لا، في سبب آخر. ما هو؟ إنزال القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد، فللتفريع، فللتفريع، كانوا قال يتفرع عن هذا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبق بيان معنى، ولم نتكلم عن إعراب هذه الكلمات في المحاضرة الماضية، فشكر الله لمن لاحظ لي. تكلمنا عن معنى هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، حرف نداء ومنادى، وهاء التنبيهية الوصلية، يا أيها، واسم الموصول مصرف في الجمع، يا أيها الذين آمنوا، والفعل الماضي يفيد التحقيق، استعينوا، استعينوا فعل مصدر بالألف والسين والتاء، فهو للطلب، وقد يكون للمبالغة في مقامات أخرى، قد يكون مبالغة، واستغنى الله والله غني حميد، استغنى الله، يقال هذا المبالغة لا للطلب، لأن الله لا يطلب الغنى من أحد، لكن في غير هذا الموضع يقال ليش؟ يقال للطلب، وقد يقال للمبالغة في مقام آخر أيضا استكبر، ويقال طلب الكبر وإنما مبالغة في كبره، فهنا قال استعينوا يعني يطلبوا الإعانة واطلبوا العون، استعينوا بالصبر والصلاة، قرنهما جميعا. وهنا أمر بهذا الفعل، فعل الأمر دون ذكر المفعول، فإذا ذكر الفعل دون مفعوله، إذا ذكر الفعل دون مفعوله في علم الأصول فإن المفعول يحمل على عمومه. انتبهوا جيدا لهذه القاعدة الأصولية الجليلة، إذا ذكر الفعل دون مفعوله حمل المفعول على العموم في المعاني. يعني ما معنى؟ يعني لما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هنا الفعل استعينوا فعل أمر، أين مفعوله؟ لم يذكر على ماذا نستعين، ذكر وسيلة الاستعانة لكن لم يذكر
ما الذي يستعان بالصلاة والصبر عليه؟ ما هو؟ إذا احمله على العموم، نستعين بالصبر والصلاة، هاتان وسيلتان للصبر على ماذا؟ على كل أموركم، على كل أموركم الدينية والدنيوية. أما الدينية وحدها، أما الدنيوية وحدها، على العموم الدينية والدنيوية الكل. يأمر الله جل وعلا بأن نستعين بالصبر والصلاة، أن نستعين بالصبر والصلاة يعني أن نطلب العون من الله جل وعلا من خلال هاتين العبادتين، فهما وسيلتان لتحقيق العون. الاستعانة عبادة لله جل وعلا، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكيف تتوجه الاستعانة هنا إلى الأعمال لا إلى المعمول له؟ نقول باعتبار أنهما وسيلتان. استعينوا بيش؟ بالصبر والصلاة. إن الله مع والأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة تكرر في سورة البقرة في موضعين، صحيح لا؟ قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا، وهنا صدر الأمر مرة أخرى بيش؟ بأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مرحلة مدنية، مرحلة قوة وعزة ومنعة، يأمر المؤمنين بأن يستعينوا بالصبر وبالصلاة. إذا أمر أن يستعينوا بالصبر، فهذه المرحلة المدنية لا تخلو من كدر، أيوة لا تخلو من قلق، حتى ولو تركوا مكة وتركوا لهم كل شيء، لا يعني ذلك أنهم فارقوا وهاجروا واستقلوا، أن معركة الحق والباطل تتوقف رحاها، لا تزال رحاها هذه الحرب دائرة، صحيح ولا؟ ولذلك حصل صلى الله عليه وسلم بينه وبين قومه من المشركين صراعات مسلحة في غزواته، تركهم فلحقوا في بدر، جاءوه وعادوا إليه في أحد، وعادوا إليه في الأحزاب، وما زال صراع طويل ومرير. إذن هذه المرحلة، مرحلة القوة والاستقلالية بالمعنى المعاصر أو المعنى المدني، لم تخلو من كدر، لأن الحق لا بد أن يبقى له خصوم، وهؤلاء الخصوم لا بد أن يصوبوا سهامهم تجاهه، لا بد، سواء كانت السهام معنوية أو حسية، ضروري. سنة الله في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا بد أن يبقى هذا الصراع بين الحق والباطل، فالحق لا يعرف الرحم. من ظن أنه الآن سيستريح وهو على الحق، واهب واهب. شوف، أول ما نزلت اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت خديجة إلى من؟ ذهبت به إلى ورقة أبي نوفل رضي الله عنه، أسلم. ماذا قال؟ قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجي هم. قال ابن حجر ما أفزعه إلا ذكينا. قال لأجل ما أتى أحد بمثل ما أتيت به قط إلا عودي. هذا هو الحق وهذه طبيعته. فكما أن الحق له أنصار، الباطل له أنصار. الحق له أئمة يدعون إليه، والباطل له أئمة يدعون إليه. الحق له رجال يذودون عنه، والباطل له رجال أيضا يذودون عنه. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. عادي، هذا خليه في سياقك الحياة العادي، تعود به، لابد تعود به. وهذه وصيتي لنفسي ولكل العاملين في الحقل الدعوي أو الحقل الإسلامي أو باللغة المدنية المعاصرة أو باللغة التفكير الإسلامي، ولدي مشروع
ولاد المشروع الإسلامي ككل، الدعوي والاقتصادي وما إلى ذلك، ما في راحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وظلت فاطمة كما في البخاري تقول وكرب أبتاه إلى جبريل ننعاه، كشف الشمل عن وجه الأنور الأزهر وقال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا بني. متى ينتهي الكرب؟ إذا فارق الدنيا. أنه في الدنيا تستريح شوي وبعدين ستأتيك المنغصات، تأتيك ماذا؟ المنغصات التي تنغص عليك، لازم تطيش عنك النوم، تنغص عليك الطعام والشراب، متقلق شبيك كذا كذا عادي. هذه في مرحلة مدنية متأخرة نؤمر فيها بيش؟ فكيف بزماننا يا إخوة؟ كيف بزماننا اليوم؟ بهذا الزمان الذي الآن انتفش فيه الباطل وصار الباطل يصول ويجول، وتسمع في هذا الزمن من العجائب والغرائب ما يعجز اللسان الفصيح عن التعبير عنه أو عن وصفه. تعرفون الحديث سيأتي على الناس سنوات الخداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبض، قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. كيف بهذا الزمان خاصة في المرحلة الأخيرة؟ يعني هلا أنا أقول مش السنوات، السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة، أشهر كاشفات، أقنعة تسقط وعمائم تسقط ولحى تسقط، أشياء عظيمة نمر بها. استعينوا بالصبر والصلاة، يؤمر بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ومن معه، يؤمر بها الصابرون المصلون القانتون المؤمنون المخلصون الذين مكن الله له، ومع ذلك يؤمرون بها، فكيف بنحن؟ طبعا الكلام عن الصلاة طويل وعريض، ما فيه واحد منا اليوم بفضل الله يجهل فضل الصلاة ويجهل ركنيتها أو مكانتها من الإسلام. والكلام في الصلاة كثير، تطرق الأئمة والخطباء والإخوة الدعاة والمشايخ والمسجلات والمحاضرات، الكل يتحدث عن الصلاة، يذكر بعضنا بعضا بها. لكن ثمة مجموعة من الأبعاد ينبغي التطرق لها أيضا في نفس السياق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة في مرحلة القوة، إذن في مرحلة الضعف من باب أولى. فإذا كنت قويا أنا مأمور بأن أصبر وأن أصلي. إن كنت قويا في جسمي في مالي في أسرتي في وضعي الاجتماعي أنا مأمور بالصبر ومأمور بالصلاة. بالصبر على ماذا؟ لأن هذه القوة سينغصها الله جل وعلا وبالتالي ستضعفني، وهذا الضعف يحتاج إلى أن يصبر الإنسان تجاهه، أن يصبر تجاه أو يصبر على هذه المنغصات. لأن غياب الصبر أو ضعفه قد يؤدي إلى الطيش، وهذا الطيش يسبب تصرفات لا مسؤولة، كلها فلسفة. مأمور بالصلاة، ما هي الصلاة التي أمر الله بها؟ بالصلاة. خلينا في الفرائض، ما نش ماشي لا للنوافل ولا لقيام الليل ولا للكثرة نافلة النهار، إلى شدينا في الخمسة، تمسكنا بهذه الخمس الصلوات في اليوم والليلة وحافظنا عليها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، يا والله فضل من الله، لأنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. جميل، كلنا نحفظ الحديث، فإن صلحت صلحت سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة ميزان الأعمال، الصلاة ميزان الأعمال، هي الميزان. في موطأ مالك روى رحمه الله بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل إلى الآفاق، إلى الولاة والآفاق،
يوصيهم بتقوى الله ثم يقول: أما بعد فإن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. بل تجدش، هل تجد مسؤولا من المسؤولين اليوم يراسل واليا أو مسؤولا في إدارة أو معتمدا أو رئيس بلدية أو أي مسؤول يراسله ويقول له صليت ولا ما صليت؟ تصلي ولا ما تصليش؟ هل الموظفين عندك يصلوا ولا ما يصلوش في الوقت؟ ما شاء الله عنها، مع ان منهم ما عندنا الا هؤلاء. الا ما رحم ربي تبارك وتعالى، الا ما رحم الله. ان اهم اموركم عندي الصلاه، جعلها عمر معيارا ومقياسا للحفاظ على الدين ككل. يجيك بعض الناس يقول لك والله عندي وليد صالح ربي في حاله، خذا الباك وعمل سنتين ميدسين، وهو الان في السنه الثالثه، تبقينا حمد شوية كذا وكذا. سؤال واحد أقول له: هل يصلي؟ قل لي: لا، إلا هذيك، إلا هي. أنا كيفاش ربي صالح في حاله؟ وين صلاح الحال مع ترك الصلاة؟ بالله مين هو قاطع لصلته بالله جل جلاله؟ ولذلك بعد الصلة الآن لا بد أن يحضرنا في هذا التحليل، بعد الصلة بالله. الله جل وعلا أمر بالصبر وبالصلاة، لأن بالصبر والصلاة تتحقق هذه الصلة وتقوى بين الإنسان وربه، بين الخالق والمخلوق، هذه الصلة. واليوم إخوتي في الله، في ظل هذا الركام الهائل أو هذا الهرم العالي من وجود الاتصالات والمواصلات المختلفة، الهاتف اليوم فيه كم من خدمة من أبليكاسيون للتواصل مع كافة الناس في كل أرجاء المعمورة، صحيح ولا لا؟ فايبر على واتساب، على فيسبوك، على مش عارف ايش. اليوم الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا نت، صحيح ولا لا؟ هو حتى على مستوى الساتليت عشان يحط الجي بي اس باش يروح القضاء يعني شؤونه، يحتاج على الاقل ايش؟ للجي بي اس، او يحتاج للبريد الالكتروني البوت ميل باش يجيه كذا وكذا، وفما فواتير وفما شغل كامل بالهاتف. اذا انظر هذا المعنى، معنى تواصل الانسان مع العالم الخارجي. لا احد يستغني عن الاتصال بالعالم الخارجي اليوم. كان الناس يعتبرون الهاتف القار في البيت من ضرورية الحياة، لما اكتشف الهاتف وكذا كل حد يدخل خط تليفون، صح ولا لا؟ اليوم استغني عن ذلك بهذه الهواتف المحمولة أو النقالة، تمكنه من التواصل بكل من حوله، شغله، أسرته، والديه، مشايخه، أحبابه، لا يستغني أحد عن ذلك، حتى الصغار، الكبار، الرجال، النساء. ويبحث الواحد منا عن الخدمة التي توفر له الشبكة الأجود. والله ما نحبش نذكر طبعا المؤسسات أو الشركات بأسمائها من باب التحفظ، تعرفون الشركات الموجودة في السوق، الشركة الفلانية لا والله خدمتها أضعف، لما نمشي كذا الريزو يضعف يطيح، والله الشركة الفلانية الريزو أفضل، ها؟ أي حيث ما كنت لا تغيب عني الشبكة. فهمت الموضوع؟ نعم. أنا قلت لك رحت لبعض مدن، بعض قرى أو مدن الجنوب التونسي في سنوات مضت، النفط على وجه الحدود، وخرجنا بعد المحاضرات وكذا نتفسح شوية في الليل، فأبصرت راعي إبل عنده مجموعة من الإبل، فقلت يا أخي والله نغبط هذا الرجل على هذا العيش البسيط والمتواضع والبعيد على الأقل عن الاكتظاظ، اكتظاظ المدن والزحمة والكذا والتلوث، من هذه الزاوية أتحدث، ما نقولش أنا مش نمشي نعيش في الكواخ وكذا، احنا عايشين في العمارات. فش يقول لي يا ولدي يا شيخ، هذا الإنسان
هذا والله عندنا معاه مشكلة. كل يوم هو في عركة مع مولى الإبل. مولى ليش؟ قال يقول مولى الإبل صاحب الإبل يأمره بأن يذهب بإبله للمكان الفلاني الخصم اللي فيه المرعى وفيه العشب. يقول له لا لا ما فهمش ليزوم نمشيش. يقول له ما فهمش ليزوم نمشيش. هاو سيدي راعي الإبل في الصحراء اليوم صار تحت إكراء الشبك. إذا ما فهمش ليزوم والله اللي يمشي لك. ونوصيكم زاد اللي عنده غنيمات ولا بعض الشياه ولا غير قولوا للراعي أوصوه بتقوى الله وقل له طمنوه قل له راهو فم الريزوم. هو هاتف عادي طبعا لكن يقول لك أنا إذا كان ما فهمش تغطية وما فهمش الشبكة لو أتعرض لقطاع طرق وش نعمل أنا؟ لا أستطيع حتى أن أتصل بالحرس الوطني ولا بصاحب المال هذا. له الحق يعني معذور من جهة لكن شوفوا حرص الإنسان اليوم في زماننا على بعد التواصل بمن حوله بعد التواصل. وهذه الخدمة من توفيق ربنا سبحانه للإنسان ومن تيسيره لحياته اليومية. لكن في ظل هذا التواصل المتشعب والكثير الإنسان في يومه وليلته هل سأل نفسه سؤالا كيف هي صلتك أيها الإنسان بربك؟ كيف هو تواصلك به؟ كيف يتواصل الإنسان مع الله؟ وأوجه السؤال لنا نحن الذين نصلي. نحن الذين نصلي لله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة، هل هذه الصلة صلة قوية أم صلة ضعيفة؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له منها إلا إيش؟ عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها وهكذا. صلة الإنسان بالله في هذه الصلاة، هل هذه الصلاة حققنا بها الصلة التي يريدها الله؟ إذا كبرنا وقرأنا أو سمعنا، إذا ركعنا أو رفعنا، إذا هوينا أو سجدنا، إذا جلسنا أو تحينا، أين قلبي وقلبك؟ لعلها قد تشعبت في أودية كثيرة وطغت عليها شواغل الدنيا ومشكلاتها. والله أنا أدرك تماما أن الحياة اليوم متشعبة وكثرت مشاكل الناس فيها. صحيح الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم هاجس دفع الكراه في آخر الشهر، حتى نكون واقعيين، ما عندهم هاجس دفع الفواتير وهاجس دفع الضرائب وهاجس المشاكل المحيطة بهم مثل حالنا اليوم، لكن كانت لهم مشاكل يومية. كانت لهم مشاكل يومية، قد تكون تلك المشاكل اقتصادية ممن يعاني الفقر أو القلة أو الحاجة أو الجوع أو جوع نفسه وجوع أهله وعياله الذين تمر الليالي وهم طاغون لا يجدون ما يسد الرمق ولا يطفئ الحرق، وهذا لا نجده في أكثر المسلمين ولله الحمد إلا حالات يعني قليلة ومعدودة. فالإنسان لا تخلو حياته من مشاكل في أي زمان أو مكان. نعم ليس لهم من مشكلاتنا لكن لهم مشكلات أخرى قطعا، حياتهم لم تخلو من مشاكل. لن نضرب المثال بهم لأن ضرب المثال بهم في الواقع قد يحسب عليه. قل لك أنت الآن تقارننا بالعمالقة وأنت بعدت عن الواقع أخي الكريم. خلاص لن نذكر نماذج الناس في العهد النبوي ولا الذي بعده ولا الذي بعده، مش مشكلة، هو شيء معلوم عندك كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أرحنا بها يا بلال. كان كما قال حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ليلة الأحزاب أدركه حذيفة مشتملا بشملة في شدة البرد وهو يصلي والأحزاب محيطة بالمدينة. ليلة بدر
قال علي رضي الله عنه: ما رأيتنا من أحد، ولقد رأيتنا وما فينا من أحد إلا وهو نائم، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ظل قائما لله تعالى يصلي. ومع هذا نقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بصلاته ما صلى إلا في محراب تحقيق عبودية الصبر فقط، بل صلى في محراب تحقيق عبودية الشكر، يطيل القيام حتى تنتفخ قدماه. عليه الصلاة والسلام يسأل لا يقول أفلا أكون عبدا صبورا، بل يقول أفلا أكون عبدا شكورا. وعلى هذا الصلاة نحقق بها عبودية الشكر وعبودية الصبر. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فاستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة، الاستعانة بالصلاة قلنا حذف مفعول الفعل فنحمل المعنى على العموم. إذن نستعين بالصبر أيضا على، نستعين بالصلاة أيضا على تحقيق عبودية الشكر. قال ابن القيم في كتاب أسرار الصلاة: الناظر لجسم الإنسان، رأس، عظام، مفاصل، أعضاء، يجد أنها مخلوقة لتحقيق عبودية الله. شوف، ما خلق الله ظهر الإنسان كالخشبة التي لا تنحني، انحناء الظهر وانحناء المفاصل على هذا الوجه بحركات الصلاة دليل قطعي وعقلي على ماذا؟ على أن هذا الجسم ينبغي أن يشكر الله جل وعلا على نعمة إيجاده وتهيئته وحسن إعداده. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لو أن إنسانا، أيها الإنسان، وكلامنا رسالة عالمية لكل الإنسانية، لو أن شخصا أيها الإنسان أحسن إليك في تقديم خدمة فقط، أعطاك شيئا مجانا دون أن تطلب منه هذا الشيء، أهداك هدية ثمينة ذات قيمة دون أن تطلب منه، لو عرضك شخص في الطريق ووضع في يدك 100,000 يورو قالك هذه هدية لك، أعجبني وجهك وهذه هدية لك، خذ فلوسك حلال محلل خذها، كيف ستنظر لهذا الإنسان؟ تقول والله شوف الكرم ربي، كيف شكرني هذا الإنسان؟ اعلم أن أقل عضو فيك لا ثمن له، لا يقدر بثمن. أقل عضو فيك أيها الإنسان القلب، هذا الذي ينبض. اكتشف طبيب جراح في أمراض القلب فرنسي قلبا اصطناعيا صنعه وكلفه سنوات من عمره، الآن قدر ثمنه ب 370,000 يورو. 370,000 يورو ثمن هذا القلب الاصطناعي النابض. وطبعا دائما فيه ما يسمى بنسبة ايش؟ نسبة الريسك، نسبة الخطر. حتى السيكوريتي السوشيال، هذا النظام الاجتماعي، قالك لا تدفع كل المبلغ، انما جزء منه. وقلبك النابض ايها الانسان وهبك الله اياه مجانا. هل سألت الله ان يهيبك في الدنيا ام اوجدك بلا سؤال؟ انه يتفضل على عبده بالنوال قبل السؤال. اعطانا من النعم واولانا واسبغ علينا من الآلاء ما لم نسأله أصلا، بل إنه جل وعلا يعصى فيستر ويطاع فيشكر، بل إنه جل وعلا يكفر به ويسب وهو يعافي ويرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. ينسبون له الولد والصاحبة والولد، ويجعلون له الشريك والند والنظير، يأكلون خيره ويعبدون غيره، وهو يعافيهم ويرزقهم سبحانه جل في علاه. هذا البعد استحضره وأنت تصلي. أنا ما مش نتكلم عن الذين لا يصلون، أسأل الله أن يرد بي وبهم وبنا جميعا إليه رد جميعا، أو لا عندهم حساب آخر. قال ابن القيم: الناس، قاله في الوابل الصيب، الناس مع الصلاة على مراتب. المرتبة الأولى قوم ضيعوا شروطها وأركانها وواجباتها، أهملوها، فهذا الصنف صنف معاقب. اقرأ القرآن،
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايش؟ غيا، واقف في جهنم. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. معلوم. قال الصنف حافظ على واجباتها وعلى شروطها وعلى أركانها إلا أنه طغى عليه الوسوسة فيها فهو يؤديها منشغل القلب كثيرا. قال هذا الصنف الأول صنف معاقب، والثاني صنف محاسب. صنف محاسب. الصنف الثالث قال الصنف حافظ على واجباتها وأركانها وفرائضها وجاهد نفسه فيها على كل وسوسة وعلى كل خطرة، فهذا قسم مجاهد نفسه فيها فهو قسم مثاب. قسم ماذا؟ مثاب. القسم الرابع قال صنف حافظ على الواجبات والأركان والشروط واستعلى عن كل وساوس النفس وخواطرها، وقام الواحد منهم فاستخرج قلبه فوضعه بين يدي ربه عز وجل، فهو يلحظ قلبه أينصرف إلى غير الله جل وعلا أم لا، فهذا صنف مكرم. وسماه في موضع هو الصنف المقرب من الله عز وجل، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان اليوم إذا أصابه شيء أول ما يفعل يتصل بأعز إنسان عليه بالزوج. تقولوها ميسيرش معليش، تقولوها معليش بالزوجة تو لو يصير له أي شيء يكره الشاب ولا شيء شكون يتصل؟ بالمرأة. راني كذا وكذا. صح حميمية، نسأل الله أن يديمها. بأقرب إنسان إليه زوجته هي نفس الشيء. أو ربما يتصل بأمه مثلا أو بوالديه. هذا طبيعي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الصلة بالله؟ وأين التواصل؟ أين الصلة التي يحقق الإنسان فيها عبوديته لربه؟ لأن الصلاة تحرر الإنسان من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده. انتبهوا لهذا المعنى، الصلاة تحررك من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده. أنت لا تسجد لغير الله ولا تركع لغير الله ولا تذل ولا تنحني لغير الله عز وجل. هل يمكن أن تضع جبهتك أشرف ما فيك لغير الله؟ فهي تحرر الإنسان من كل المخلوقات مهما عظم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. كما قال ربعي نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. فهذه العبودية تتحقق في الصلاة. من لم يكن مصليا لا يحقق هذه العبودية، تجد أن عبوديته تتوجه إلى حسب ما تعلق قلبه به، إلى حسب ما تعلق قلبه به. إنني أذكر نفسي وإياكم في هذا الدرس المهم الذي نحتاجه، أن نسأل أنفسنا عن مدى هذه الصلة بربنا ونحن نصلي. صحيح تأتي خواطر ووساوس، والشيطان يحاول أن ينغص علينا صلاتنا وأن يصرف قلوبنا عن ربنا، لكن مجاهدة النفس أمر مطلوب وليس بالأمر المستحيل. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. لم يذكر المفعول فدل ذلك على العموم. عندك مشروع، تريد أن تقيم مشروعا تجاريا، نقدم على تجارة وستضع مبلغا قضيت فيه سنوات لجمعه وتعبت
في ادخاره. صلي لله عز وجل ركعتين، سماها العلماء صلاة صلاة الحاجة، صلي لله ركعتين، استعن بالله عز وجل وصلي ركعتين واسأل الله تعالى التوفيق. عندك كونتروتيان، قلنا احنا بعد الواقع لابد ان يكون حاضرا. عندك الان فتره وانت في الشوماج ومشي ويجي البولون بلوا ومن لا رسا نقص ولا رسا نحو رسا رجل ولا رسا وانت في تتخبط. عندك موعد كونتروتيان مع صاحب شركه ولا مع باترون ولا كذا، ما فيها باس. لبعضنا يلتفت دائما الى الاسباب، يسال صاحبه هو اللي توسط له يقول له زعما الباترون جونتي يا ودي جونتي ولا ميشون. انت الان تتوجه اولا الى ربك. الجونتياس والميشونستي هذه راهي امور ثانويه. الله سبحانه وتعالى بيده الرزق وهؤلاء جميعا مجرد اسباب. قد توجد تاثيراتها بامره وقد لا توجد تاثيراته، وقد يكون جونتي عايشين وانت جونتي. لقيته جونتي وما صليتش. لم تتوجه الى الله ولم تدعو اصلا. ربما قد نقول اذا لم يصلي على الاقل تبقى درجه اخرى وهي الدعاء، الله يسر، اللهم يسر، وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فاذا به هذا الانسان يخذل، يخذله خلاص لا يبالي به ولا ينسى ملفه ويقول طيب مش مشكله هذا السبب جاء في صح عند المعلم حطه هنا، فينسيه الله عز وجل. وذاك الذي دخل على باترون ميشون باللغه الاخرى استعان بالله ودعا الله لكن الله غير قلبه. لا تدري، كله من الله جل وعلا، الكل بيده. يا ايها الناس انتم الفقراء الى بعضكم البعض والفقراء الى الله، فقراء الى الله والله هو الغني الحميد. عندك موعد مع شخص للسكنى نفس الشيء، كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. عندك امتحان مش تعدي الكود ولا كونكريت اليوم، ولا عندك مش عارف انا كباس ولا ماستر ولا امتحان اخر السنه. هو بالمناسبه انا اخر السنه اكثر فيها المتقون، تكثر فيها الفتاوى. يا شيخ والله وعدت نظره المصلي لله 100 ركعه، 100 ركعه اقول له وليد الامام احمد ما شاء الله. والاخر يقول لي انا نذرت ان اصوم كل اثنين وخميس، لكن والله صعب علي وصيف ووقت طويل ونهار طويل، وش لزك انت؟ هاي عليك كفارتي يعني. شفت صلتنا بالله جل وعلا في الغالب تقوى اذا وقعنا في الشده. وجاء في الحديث عبدي تعرف الي في الرخاء اعرفك في الشده. استعينوا بالصبر والصلاه. الصلاة خير عون للإنسان في الحياة، خير عون للإنسان في الحياة. دعنا نتحدث عن الصلاة المكتوبة، إذا حققنا فيها القدر المطلوب على الأقل من الخشوع والخضوع لربنا عز وجل وصدق التواصل معه جل وعلا سنكون على خير كثير. كم من فرج أتى لعبد من عباد الله تعالى وهو في الصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. ذهب العقم، انتهى، ذهب العقم والعقم، وجاء الولد وجاء الأنس. فين هذا؟ في الصلاة. لكن بعد ماذا؟ بعد أن أخذ درسا من مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ياتيك شخص يقول لك الله غالب اتقطعت بي الاحبال وما عنديش وكذا وكثره الديون. سؤال واحد فقط من كل المشاكل اللي عندك اللي بطل حبيبي يهزهاش، تصليش؟ ودي يقول لك تو انا نحكي لك تو المشكله تسفير الصلاه، مش دخل، مش دخل هذا في هذا. ما دخل الصلاه في الرزق، والصلاه سبب من اسباب الرزق، سبب من اسباب الرزق، لان الرزق بيد الله وانت قطعت صلتك بالرازق. هذه الايكواسيون فاسيل، هذه معادله. تقول له الرزق بيد شكون؟ يقول لك بيد الله. شكون الرازق؟ يقول لك الله. تصلي ولا يقول لك لا؟
وبعد يحكي لك إذا أنت قطعت صلتك بالرزاق تحمل مسؤوليتك. استعينوا بالصبر والصلاة. كل أمور عرفت رجلا من الصالحين لكن الله جل وعلا ابتلاه في فلذات أكبانه. وكم من صالح مبتلى في فلذات أكبانه وقرة عينه. ممكن نوح ابتلي في ولده. نعم ومن الأنبياء من ابتلوا في أهلها. الله قدر ذلك. لا تقصيرا في التربية لا والله أدى جميع ما عليه. لكن هذا الإنسان عنده صلة خاصة بالله واستعان بالله جل وعلا على رد أولاده إلى ربهم بالدعاء وكثرة الصلاة. حتى قالها سعيد بن المسيب لابنه قال إني سأكثر الصلاة عسى أن أرى صلاحا فيك. شفت يا عسى أن أرى إيش؟ صلاحا فيك. عجيب. لأن قلوب هؤلاء الشباب أو الأبناء والبنات بيد من؟ بيد علمه سبحانه وتعالى. الكل بيده. وعرفنا من الناس أيضا عرفته عن قرب تحصل له أقل مشكلة فيذهب مباشرة يتوضأ. ركعتين بس صلي ركعتين. نقول له فيش تعمل؟ نقول له صليت ركعتين جايبك المشكلة هذيك توب حلها. شفت هذه الصلة المطلوبة اليوم هذه غايبة علينا. نتوجه كثيرا إلى الأسباب ولا نعول ولا نتوكل على مسبب الأسباب توكلا صحيحا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. مطالبون بأن نستعين بالصبر والصبر نؤمر به في كل الأحوال. نصبر على المقدور الذي قدره الله ونصبر على فعل المأمور الذي أمر الله به ونصبر عن فعل المحظور الذي نهى الله عنه. ثالثا مع الصبر صبر على المقدور وصبر على فعل المأمور وصبر عن ترك المحظور أي المحرم. أكثر الذين أدمنوا على المحرمات بأنواعها. السبب ما عندهم صبر على تركها. ما عندهم صبر. والعبادات كلها تحتاج إلى صبر في القيام بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. إن في الصلاة لشغلا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصبر. واجعلها منهجا لك في الحياة بل منهجا تربويا لا لنفسك فقط بل لأهلك وذويك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. جميل أن تقول لابنتك أو لابنك وانت تحدثك في معرض الحديث زي ما يقول العامي عندنا يقول لك زلق كلمة قل له ايه طبعا كذا تحدث فيه عن الدراسة تقول له ما تنساش عندك الامتحان مش صلي لها ركعتينك توضا لها مليح وصلي وأكثر من الضراعة على الله سبحانه وتعالى سترى سيفتح الله عليك. تربيه على هذا. يتربى الجيل على صلته بربه. هو يسأل يقول له عندك تليفون فيه قدش من جيجا فيه ريزول ما فيش ريزول هات هات وليدي هات تقديم هات تبدل ويشيلوا تليفون من آخر صيحة أوه يعرف التليفونات كلها جيلنا على اليوم. الله المستعان يهون في سبيل ذلك أمواله لا يبالي لكن لا ينتبه لهذا المعنى. استعينوا بالصبر والصلاة بالصبر على النقم والصبر على الشكر لله على النعم كذلك. قطعا استعينوا بالصبر والصلاة. اربط كل نعمة أنعم الله بها عليك وعلى أهلك بهذه المعاني. يفرح أهلك بشيء من حسن توجيههم وتربيتهم تستغل الفرصة. فرحوا بشيء ببيت جديد بأثاث بشيء لأجل ذلك ينبغي أن نشكر الله أن نصلي لله أن نكثر من ذكره أن نحقق تقواه. هذه المعاني والكلمات تبقى ترن في أذانهم وبالتالي ينشأون على معاني العبودية لله جل جلاله. سهلة على معاني العبودية. حتى الذي يوضع بين أيديكم
من مطاعم ومشارب ومآكل، اربطه بالله جل جلاله، الكل من الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن أجعله وإياكم ممن حقق عبوديته لربه صبرا وشكرا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتمثل ويمتثل لهذا الأمر الرباني الرحماني: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. شكر الله لكم ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آخر نقطة قبل أن أختم الدرس حضرتني الآن بعد غفلة: العبد إخوتي في الله إذا تعلق قلبه بالصلاة يكون صادقا في صلته بربه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، تظل هذه الصلة معه حتى وهو ميت في قبره. حديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط وغيره، وهو صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وهو من جملة الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال ملكي الموت، أو سؤال منكر ونكير للميت. يعني سؤال منكر ونكير جاء مبسوطا ومفصلا في مجموعة من الأحاديث، منها هذا الحديث الصحيح أن الملكين إذا أتيا الميت وأجلساه وسألاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسألانه قال: فتتمثل له الشمس كأنها تهيأت للغروب. كان منشرا الشمس قريب أن تغرب. فإذا سألاه قال: هذا العبد اتركاني أصلي لله عز وجل حتى أراجع ما أجيب به. سبحان الله، هذه والله أوقفتني. العبد هذا يسأل الملكين أن يتركاه من أجل إيش؟ حتى يصلي لله ليعرف ما يراجع به. فقال له: إنك ستصلي، من ربك ما دينك، ويأتيه التثبيت من الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من عظم بعد الصلة في الصلاة أن الله سماها إيمانا. الله سمى الصلاة إيمانا في القرآن، لما صلى الناس إلى بيت المقدس سنوات طويلة، 13 سنة في مكة وعام و 17 شهر تقريبا، يعني عام وخمسة شهور صلوا في المدينة، في المدينة يستقبلون بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يتمنى أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام. الناس تعجبوا، لأن في ناس ماتوا، اللي مات في مكة واللي مات في قبل تحول القبلة. قالوا: يا رسول الله، فماذا يفعل الله تعالى في صلاة إخواننا؟ فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد أجمع المفسرين أن المراد بالإيمان هي الصلاة هنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله سمى الصلاة إيش؟ إيمانا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. آخر شيء كذلك استحضرني أو استحضرته بفضل الله عند فراق النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا، ماذا كانت وصيته؟ لماذا وصى؟ الصلاة وما ملكت. بل كان يستفيق من غمراته وكرباته عليه الصلاة والسلام، ويقول لعائشة وقد مرض في بيتها وهو مذعور: أصلى الناس، مشغول قلبه بالصلاة. ليش؟ الصلاة هي الصلة بينك وبين الله. بقدر ما تحقق صلاتك وتحافظ عليها وتخشع لله فيها مستعينا بربك على ذلك، بقدر ما تكون هذه الصلة قوية. أسأل الله يقوي صلتنا به في السفه والحضر والمنشط والمكره، وأن يتوفانا وإياكم من المصلين، وأن يحشرنا وإياكم يوم القيامة مع الذين حافظوا على صلواتهم فهم في جنات المكرمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.